أعلن الجيش المصري مقتل 15 مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع أفراد القوات المسلحة والشرطة ضمن العملية الشاملة مجابهة الإرهاب سيناء 2018. وقالت القوات المسلحة المصرية أنه تم إلقاء القبض على 153 من المطلوبين جنائيا ومشتبه بهم. وأضاف أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 11 هدفا كانت تستخدم في إيواء العناصر الإرهابية. وتابعت القوات أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية فضلا عن تدمير عدد من مخابئ للمسلحين.